الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على حبيبك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في ليلتنا هذه فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، كما نسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. أما قبل، أيها الأحبة الكرام، فبعد أيام قليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيدخل علينا الضيف الكريم الذي لا يأتينا إلا من العام للعام، شهر رمضان المبارك، أعاده الله تبارك وتعالى علينا جميعا بالأمن واليمن والبركات، اللهم آمين يا رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من الطائعين ومن الخاشعين ومن المجتهدين في طاعته جل وعلا. لذلك أيها الأحبة، هذا يحتاج إلى التهيئة قلبية قبل دخول هذا الضيف الكريم. محتاجين أننا نجتهد شوية في طاعة الله تبارك وتعالى، الإقبال على القرآن تلاوة وتدبرا وعملا بما أمر الله عز وجل. الآيات الكريمة وجه رقم 392، هذه الآيات الكريمة فيها إيمان بعض أهل الكتاب والثناء عليهم ومضاعفة أجرهم، وبيان أن الهداية من الله تبارك وتعالى. الآيات دي فيها إيمان بعض أهل الكتاب. أهل الكتاب زي مين؟ زي اليهود والنصارى الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أمنوا بالتوراة والذين أمنوا بالإنجيل. والثناء عليهم من الله تبارك وتعالى، وفيها بيان أن الله عز وجل يضاعف أجرهم. ليه ربنا يضاعف أجرهم؟ لأنهم أمنوا مرة بالتوراة ثم أمنوا مرة أخرى بالقرآن الكريم، فلهم الأجر المضاعف من الله تبارك وتعالى. وبيان بأن الهداية من الله عز وجل، هداية التوفيق كما سيأتي معنا. وفي هذه الآيات الكريمة تذكير أهل مكة بنعم الله عز وجل عليهم، وسنة الله تبارك وتعالى في إهلاك الظالمين، لكل ظالم النهاية، وعدم إهلاك الأمم حتى يبعث فيهم رسل سبحانه جل وعلا. قال تبارك وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. والمعنى: ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة. الله عز وجل قص علينا في القرآن قصص الأمم السابقة، زي قصة مين؟ زي قصة سيدنا هود، وإلى عاد أخاهم هودا، زي قصة سيدنا صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا، زي قصة سيدنا شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب، قصة سيدنا نوح. هذه القصص الكريمة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في الكتاب الكريم حتى نأخذ منها العبرة والعظة. قصص الأوائل هدى وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان، ما كان يوما من حديث يفترى جل الذي أنزل القرآن سبحانه جل وعلا. يبقى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا يعني الله عز وجل وصل للمشركين واليهود من بني إسرائيل بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم قصص الأمم السابق. وما أحل الله عز وجل عليهم من العذاب لما كذبوا الرسل، كذلك رجاء أن يتعظوا بذلك لعلهم يتذكرون، يعني رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا به حتى لا يصيبهم ما أصابهم. يبقى ربنا بيقص علينا القصص بتاعة الأمم السابقة ليه؟ بيقول لك خلي بالك، اوعى تعمل زي الناس دولت، لما عملوا كده ربنا أهلكهم بالعذاب الفلاني، كما بيّن الله عز وجل: فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيح، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. حاشا الله عز وجل، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا تظالموا أو فلا تظالموا.
حتى لا يصيبكم إيه ما أصابهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يعني الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومن نعته، يعني من وصف النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في التوراة وجاء في الإنجيل البشارة بنبي آخر الزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما علموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني وإذا يتلى يعني يقرأ عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق الذي لا مرية فيه، يعني ما فيش أدنى شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وخلي بالك أي مؤلف بيألف كتاب دايما اعتاد ان هو يكتب كده في بداية الكتاب ما كان من خطأ او سهو او نسيان ايه فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، فبيتبرأ ان يعني ايه او بيعتذر للقارئ ان هو يجد خطأ في كتابة في الكتاب بتاعه. الا القرآن الكريم الكتاب العظيم الذي بدأ بقوله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه على مدى الازمان والعصور، مش اي حد يستطيع ان هو يطلع في القرآن الكريم ده ولو فجوة واحدة بس او خطأ لفظي او اي حاجة زي كده، بل بالعكس مع مرور الزمان بالعلماء يعني زي علماء الفلك وعلماء الطب وجميع العلوم ما زالوا بيكتشفوا العديد والعديد من هذا الكتاب الكريم وانه الكتاب الحق الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، فيزدادوا ايمانا بذلك. ولذلك دخل كثير من علماء الغرب علماء الغرب علماء الطب وعلماء الفلك والكلام ده دخلوا الاسلام بسبب مثلا انهم اكتشفوا علم اسمه علم الاجنة وتطور الجنين في بطن امي والامور دي، برضو اللي هم طلعوا في الفضاء دخلوا في الاسلام بسبب الكواكب والحاجات ذكرت في القرآن الكريم من اكثر من 1400 سنة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معلوم ان الحياة ايامها كانت حياة لسه يعني بدائية خالص كده مش زي دلوقتي، لا كان في اقمار صناعية ولا في فضائيات ولا في حاجة خالص، ها؟ فلهذا يجعلنا نزداد إيمانا وتمسكا بهذا الكتاب العظيم. فيبقى إذن إذا يقرأ عليهم هذا القرآن العظيم قالوا آمنا به إنه الحق الذي لا مرية فيه المنزل من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني كنا من قبل هذا القرآن مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبله. يبقى اوعى تفكر ان مجيء الاسلام ببعثة سيدنا محمد، لا، الاسلام ده من لدن سيدنا ادم عليه السلام كما قال الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام، قال الله جل وعلا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. اصل ممكن واحد يختبرك كده ويروح جاي عايز يضلك يقول لك ايه، طب قبل سيدنا محمد عليه السلام ما يجي كان دين ايه اللي موجود؟ يبقى ترد عليه اوعى تقول له النصراني ولا تقول له اليهودي، يبقى ترد عليه تقول له ايه؟ دين الاسلام. دين الاسلام ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه دين الاسلام، لان جميع الرسل جاءوا بهذا الدين العظيم دين الاسلام، ان الدين عند. ولذلك بعض العلماء يعني كره ومنع انك انت ما تقولش كلمه الاديان السماوي، فيش حاجة اسمها الأديان السماوي، الدين السماوي دين واحد بس وإنما في ملاله وفي شرائع مختلفة. يبقى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى الجماعة الموصوفون بما ذكر اللي هم آمنوا بالتوراة وبالإنجيل ثم آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم، الله تبارك وتعالى من رحمته ومن كرمه يعطيهم الله عز وجل ثواب عملهم إيه؟ مرتين، بسبب صبرهم على الإيمان بكتابهم وبإيمانهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين بعث، ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام ومما رزقناهم ينفقون، يعني في وجوه الخير.
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني إذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه، وقالوا مخاطبين أصحابه لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، سلمتم منا من الشتم والأذى، لا نبتغي مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى على الدين والدنيا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى إنك أيها الرسول لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب وغيره بتوفيقه للإيمان. مر معنا وقلنا إن الهداية على ثلاث أنواع، هداية البيان والإرشاد زي أنت ما بتسمع القرآن أو تسمع الأحاديث أو بتسمع الدعاء إلى الله عز وجل، دي اسمها هداية البيان والإرشاد، بتقول لابنك يا ابن صل يا بنت صل، دي اسمه هداية الايه البيان والإرشاد. طيب مين بقى اللي يخليه يستجيب ويسمع الكلام؟ مش انت، مش خوفه منك ولا الكلام، لو خاف منك مره مش هيعملها في المره الثانيه، لابد تبقى. انما هدايه التوفيق دي على ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو الذي يوفق سبحانه جل وعلا. وذلك تلاقي ابو جهل يعني فرعون هذه الامه يخرج من ظهره يعني ايه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه ولا ايه؟ ها صاحب عصابه الموت، فاكره يا ابو ندى؟ من صلب ابي جهل. ومن الذي هداه هدايه التوفيق؟ ربنا تبارك وتعالى. لقوا أبو لهب كمان اللي نزلت في سورة بما أعد الله عز وجل له من العذاب، ابنه برضه يدخل الإسلام ويصير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف إيه التوفيق ديت بيد الله تبارك وتعالى. سيدنا نوح هو بيقول لابنه يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، ما استجابش لابوه، عشان هداية التوفيق دي لمين؟ بإيد ربنا سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة هداية الثبات اللي احنا محتاجينها، ان ربنا يثبتنا على هذا الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس جنب عمه وقد آزره ونصر النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم من يعني ايه من المشركين في بدء الامر، ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس جنبه كده وهو بيموت وبيقول له يا عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. اتكلم وقال ايه؟ قال بل على مله عبد المطلب. على ملة ايه؟ عبد مات على ملة عبد المطلب للأسف على الكفر. فهداية التوفيق دي بيد الله عز وجل، وذلك نزلت هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب وغيره بتوفيق للإيمان، ولكن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يوفق من يشاء الهداية وهو أعلم بالمهتدين، يعني بمن سبق في علمي أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم سبحانه جل وعلا. وذلك يا جماعة دايما استحضر في سورة الفاتحة وانت بتقرأ اهدنا الصراط المستقيم، استحضر الثلاث أنواع من الهداية دول، هداية البيان والإرشاد، ربنا يوفق انك انت تسمع من يوضح لك ويشرح لك أمور الدين، وهداية التوفيق ان ربنا يوفقك للتطبيق والعمل، هداية الثبات اننا نثبت على هذا الطريق. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني قال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان به، إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة. أولم نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم تجلب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا سقناه إليهم ولكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكروه له. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يعني وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها، فأسرفت في الذنوب والمعاصي، فأرسلنا عليها عذابا فأهلكناها به، فتلك مساكنهم مندثرة يمر الناس عليها، لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلا من بعض العابرين، وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني ولم يكن ربك أيها الرسول مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها كما بعثك أنت في أم القرى وهي مكة المكرمة. وما كنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق، إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. يستفاد من الآية الكريمة رقم 1 فضل من آمن بأهل الكتاب من أهل الكتاب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى. رقم 2 هداية التوفيق بيد الله عز وجل لا بيد غيره من الرسل وغيرهم. رقم 3 اتباع الحق وسيلة للأمن، وسيلة للأمن لا مبعث على الخوف كما يدعي المشركون. رقم 4 خطر الترف على الفرد والمجتمع. حياة الترف دي فيها خطورة شديدة جدا جدا على الفرد وعلى المجتمع، سواء كان على المستوى العام او في المستوى الخاص. فالاحسن انك انت ما تعيش حياة الترف، تحمد ربنا ان المعيشة كده يعني. اخر حاجة من رحمة الله عز وجل الا يهلك الناس الا بعد الاعذار اليهم بارسال الرسل. وفي هذا الحد الكفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية.